دين ودنيا. إذا ترحب دائما وصول كل المستمعين والمستمعات، دائما جمعة مباركة للجميع. دائما في دين ودنيا غنوصل معكم فقرتنا شاد الخير وغنستمعوا لبعض الاستفادات. السلام عليكم، انا فاطمة في عمري 60 عام، انا محيدة سبعاني بخمسة وفي تقبة في رجلي. اليوم انا استافت، كنشكر المحسنين والله يطول عمركم والله يزاديكم بخير. السلام عليكم، انا حنان في العمر ديالي 25، اللي عندي الوسيس تحت الاذن ديالي والقواط، ودابا الحمد لله انا استافت وغندير العملية ديالي. شكرا للمحسنين وشهداء اف ام. دابا مستمعي الكرام وشيخ الفاضل غنمشيو نستمعوا لبعض النداءات. يا رب حنن قلوب الناس عن ناس وقربهم، يا رب خلي الضمير احساس صاحي على بابهم. السلام عليكم، انا السيده نهيمه في عمري 47 عام، عندي فشل كلوي، محتاجه الدواء مده 3 شهور وكل شهر 693 درهم. ويجازيكم بخير، الله يكثر خيركم. انا ما خدامش، عندي التحاليل 800 درهم، وانا ما خدامش وما في حاليش وما عنديش الرجل ديالي. ويجازيكم بخير لشحد اللي عاوني، راني محتاجه هاد الدواء كل شهر، عندي الدواء 3 شهور. الله يكثر خيركم، الله يجازيكم بخير. حنن قلوب الناس عن ناس وقربهم. السلام عليكم، انا نادية في عمري 35 سنة، عندي مالادي سميتها ليبوس، هو سميته بالعربية الذئبة الحمراء، وكان احتاج لهذا الدواء لمدة عامين على الاقل باش يتقادوا لي التحاليل. هاد الدواء الثمن ديالو 2290 درهم شهريا. دابا تنطلب من الله ومن المحسنين الله يجازيكم بالخير باش تعاونوني في هذا الدواء هذا، لانني انا ما خداماش وما استطعتش باش نشريه، وتنطلب من الله الله يجازيكم باش تعاونوني على هذا الدواء هذا. على الاقل محتاجه المده ديال عامين. خلي الضمير احساس صاحي على بابهم. السلام عليكم، انا ام ديال واحد الابن سميتو ياسر، عنده اعاقه جسديه كامله، محتاج للترويض، كل حصه كتسوى 120 درهم، 84 حصه خاصو، المجموع الاجمالي ديالها هو 10080 درهم. الحاله الماديه ديالي عييت، خسرت عليه جدي كله، ما خليت، ما عطيتو، عطيتو جدي، عطيتو فلوس، عطيتو كل شيء، وعنده دابا ادويه بايضه كيحتاجها، وكيحتاج للترويض النطق، وكيحتاج للترويض الفيزيائي، ومحتاج للاجهزه الطبيه. ولا اله الا الله محمد رسول الله، كنطلب منكم اخوتي المحسنين تعاونوا، الله يكثر خيركم ويجعل ليكم في الميزان المقبول. راني ما قدرش نقول حتى شي واحد شنو خاصني، ولكن كنقول الله يقدر يسخر لي شي ناس اللي يقدروا يتعاونوا مع ولدي. الله يجازيكم بالخير، الله يخلي ليكم وليداتكم. يا رب حنن قلوب الناس عن ناس وقربهم، يا رب خلي الضمير احساس صاحي على بابهم. إذا استمعنا وإياكم شيخ الفاضل لهذه النداءات، نذكروا بعضها. لنعيمة اللي في العمر ديالها 47 سنة، عندها فشل كلوي، عندها دواء اللي كتحتاج ل 693 درهم الشهر، يعني الدواء ديالها مستمر، وكنشوفوا أنه غتبدا ب 3 شهور ثم غتبدا تستمر، كذلك تحاليل ب 800 درهم. فهي كترجو كل المحسنين ولذوي القلوب الرائفة أنها ترأف بها، وخاصة في هذا الشهر الفاضل والشهر اللي جاي من بعده اللي هو شهر أفضل، كذلك شهر رمضان. كذلك نادية اللي في العمر ديالها 35
سنة عندها مرض اللي سميته الذئبة الحمراء، قاس لها الكلاب ديالها وعندها واحد الدواء اللي خاصها تشربوا يعني مدة سنتين على الأقل باش يتقادوا لها الهرمونات، يتقادوا لها كل الحاجات ديالها باش على الأقل تشافى ولو نسبيا ب 2290 درهم. بالنسبة لآخر نداء كان نداء ديال ياسر للأم دياله اللي هي قالت نداء اللي عنده 10 سنوات عنده إعاقة جسدية محتاج الحصص ديال الترويض للعدد ديالها 84 حصة، كل حصة كتعمل 120 درهم يعني المجموع 10080 درهم. يعني كل هاد النداءات وغيرها اللي كانت في حلقات سابقة واللي غتجي إن شاء الله كذلك كلها كتطلب من المحسنين ومن ذوي القلوب الرحيمة وأنها ترأف بهم وكذلك أنهم يعاونوا، فالله سبحانه وتعالى ما كيضيعش أجر المحسنين وكل واحد عمل شي أجر إلا وأنه غيتجزى عليه إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة كذلك. مع المحسنين إلا أنهم يتصلوا بزينب مشكورة اللي كتلقى كل مكالماتكم وكتسجل الرقم، وأنا بعد انتهاء البرنامج بإذن الله كنحاول نتصل بالجميع المحسنين اللي بغاو يساعدوا هاد الحالات هذه وغيرها كذلك على 05 22 36 83 03 أو 04. إذا ما عليكم مستمعية وكذلك المحسنين كل واحد باغي يساعد بالقليل أو بالكثير، فهاد الناس هادو أو لهاد النداءات هادو يعني هما في أمس الحاجة باش أننا نساعدهم، في أمس الحاجة باش أننا شي حاجة اللي هي قليلة ما ندخلوش بها لأن الحاجة القليلة كتجيب الكثير. كذلك ما عليهم إلا يتصلوا بزينب إن شاء الله على 05 من الآن إن شاء الله 05 22 36 83 03 أو 04 05 22 36 83 04 أو 03. وزينب مشكورة غتلقى كل المكالمات ديال المحسنين يعني أو حتى أنا يكونوا المحسنين الناس اللي باغين يساعدوا هاد الناس هادو، فإن شاء الله هي غتسجل الأرقام ديالكم وإن شاء الله بعد صلاة الجمعة أو مباشرة بعد البرنامج غنتصلوا بهاد الناس هادو اللي بغاو يساعدوا، نشوفوا معهم الحالات ونشوفوا معهم الكيفية كذلك واش بغاو نحن نتكلفوا شخصيا أو لهما. فإحنا إن شاء الله كنبداو بهذا الاجر وانتم كتسموه باذن الله سواء اللي بغى يساعد بالقليل او لا بالكثير، كنقولها دائما قولكم استاذي. فاسال الله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين خيرا. يعني واحد العمل تيديروا هاد الناس هادو راه لا اله الا الله، والله العظيم لو يعلم اخواني المحسنين اخواتي المحسنات ما هاد العمل اللي تيقدموا والله العظيم لاكثروا منه. لماذا؟ لان وبشر هاد الناس هادو راهم محسنين، بشرهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة بالرضوان بأعالي الجنان إن شاء الله وتعالى لهذه الأعمال التي يقوموا بها، هذه الأموال التي تسخروا في سبيل الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هاد الناس راه شرى منهم الله تعالى الأموال ديالهم باش بأن لهم الجنة، هما كيعطيو فلوس ربحتهم الجنة. سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا، اللهم جزي المحسنين خيرا، اللهم بارك لهم في نفقاتهم، اللهم اجعلها نفقات دخر ومدخرة إلى يوم القيامة. يا رب ابني لهم بهذه النفقات وبهذه المصاريف وبهذا الخير اللي تعطيه لخوتهم وكيف رحوا به خوتهم، بني لهم قصور في الجنة إن شاء الله وتعالى. اللهم يا ربي بهذه النفقات احفظ بها الصحة ديالهم، احفظ بها الأرزاق ديالهم، احفظ بها الوليدات ديالهم، احفظ بها الأهل ديالهم، احفظ بها كل ما يحبون ويملكون. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنان يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان. وسعدات اللي قدم شي حاجة غادي يلقاها يوم القيامة، سعدات اللي قدم ولو درهم بيض قد ينفع في ذلك اليوم الذي سمي يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فقدموا لأنفسكم إخواني ولا تبخلوا على إخوانكم، واعلموا أن هذه الأموال هي أمانة في أيديكم سخرها الله لكم، فسخرها لطاعة الله، ستجدون إن شاء الله تعالى يوم القيامة هذا المال تركبونه لتمروا على الصراط مر البرق الخاطف إلى الجنة إن شاء الله تعالى. آمين 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 آمين. إذا غنوصلوا دائما في الإجابة على أسئلة المستمعين سواء اللي جاتنا على الرقم 05 22 36 10 36 أو عبر الـ SMS 5566. إذا بقينا آخر سؤال في المكالمات اللي تلقينا قبلا، شيماء من مراكش اللي كتقول أنها حامل في 4 أشهر أتمها الله، قالت لك صمت البارح لكن شعرت أنها سخفت، واش إلا ما قدرتش تصوم في شهر رمضان أش يمكن لها تعمل؟ نعم، إذا لم تستطع الصيام في ذلك في شهر رمضان في تلك الأيام فتفطر. هذا الدين، هذا الدين دين يسر ماشي دين العسر، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في آية الصيام. نعم، لما ذكر آية الصيام قال لنا من بعداش قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمعنى أن الله سبحانه وتعالى رغب بنا الطريق السهلة ماشي الطريق الصعبة. فلذلك المرأة إذا كانت حاملة وفي رمضان
وصمت مثلا واحد النهار جربات وحسات يعني وصلت 12 ولا الجوج صافي سخفانة عليها أن تأكل، لأن المسألة لا تتعلق بها بل تتعلق بجنينها، وخصنا أيضا خصو التغذية توخصو يأخذ حقه، فالوقت اللي سخفات خصها تأكل. وعندما يخرج رمضان إن شاء الله وتصح وتلد إن شاء الله تعالى آنذاك إن شاء الله تعالى تصح فتقضي ما عليها وتفدي، لأن هنا أفطرت بسبب جنينها خوفا نعم. على جنينها، فهي تفطر وبعد رمضان تقضي ترد كل يوم اللي افطرتهم وتفدي، تقضي وتفدي يعني كترد اليوم ديالها وتصوم تطعم عن كل يوم مسكين. إذا تابعوا دائما الأسئلة عبر الاس ام اس 5566. السلام عليكم، جمعة مباركة سي عبد الرحمن. أنا الله. سعيد من كازا، بغيت عفاك تدعي مع الوالدين ديالي الله يرحمهم. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين، اللهم ارحم الوالدين ديال هذا الأخ هذا وجميع أموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم وسع مدخلهم وسلم بالماء والثلج والبرد، نقهم الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلهم نعمة ورضوانا ونعيما وغفرانا، اللهم اجعل جميع أموات المسلمين آباءنا وأمهاتنا الذين رحلوا إلى الدار الآخرة، اللهم اجعلهم في عليين، اللهم اجعلهم في مقام أمين، اللهم اجعلهم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن، لا تخيب رجاءنا فيك، اللهم أنور القبور على المؤمنين في قبورهم يا رب العالمين، اللهم أنور عليهم في قبورهم وافسح لهم في قبورهم مد بصرهم، اللهم انقلهم من ضيق اللحود وأكل الدود إلى جناتك جنات الخلود، يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. اللهم امين. اذا سلام، انا سعيد من اكادير، جمعه مباركه لنا ولكم باذن الله. استاذ يشكاش بغيت نسولك، انا متزوج وزنيت على الزوجه ديالي الله يسمح لي، لا اله انا تنطلب دابا شنو نقدر يمكن لي ندير؟ اقول لك يا اخي الكريم، انت وسختي الفراش ديالك وسختي يعني الحياه ديالك. الا كزوجه عندك زوجه وانت مؤمن ودرتي هذه الفعله هذه، عندك الزوجة ديالك، يعني ما الذي تجده عند الأخريات لا تجده عند زوجتك؟ وهذا الكلام تنقوله وأنا أستحي نقول هذا الكلام هذا، لأن أمهاتنا وآباءنا والناس اللي كانوا قروهم كيتصنتوا لنا. ما الذي شنو يعني أغرتك بكذا وكذا؟ المغريات ديال الدنيا، هذا هو المؤمن. حنا تنتكلموا الآن على مصعب بن عمير اللي تبت خلا وخلا وخلا وخلا، علاش هو ما يقولش وأنا دوك الفتيات اللي من غنخليهم ونمشي نتبع محمد ونخلي؟ لا يا أخي الكريم، اتق الله، أولا تب إلى الله، هكذا. ثانيا لا تحدث أحدا بذلك بعد السؤال اللي طرحت عليا الآن، ما بقيش تكلم مع شي حد في هذا، تكلم مع ربي سبحانه وتعالى. إمتى غتكلم معه؟ في الليل وأنت ساجد، يا رب بينك وبينه لا يعلم أحد، لا الزوجة ديالك ولا أحد، يا رب استر عني هذا الذنب، يا رب اغفره لي، تبت إليك، يا رب أعاهدك ألا أعود إليه أبدا. ويا أخي الكريم، عهد الله سبحانه وتعالى ما ترجعش لي يا أخي الكريم، بغيت ربي يتوب عليك، راه هو هذا. سولتي شيخ سكاش، ها هو نصحك، لا تعود إلى هذا الذنب وبكي عليه، لعل الله يغفر لك، لعل الله تعالى يمسح داك الذنب وينسيه الملائكة وما يتبانش يوم القيامة وما غتلقاش والزوجة ديالك ما تشوفوش. لو صدر هذا الفعل من زوجتك كنتي غترحمها؟ ايوا نكونوا واقعيين. فتوب إلى الله، كما انت درتي ديك الفعلة توب إلى الله واستر نفسك وبينك وبين الله ولا تعود إليه إلا بغيتي ربي يغفر لك. اللهم تجاوز عنا وعنك إن شاء الله تعالى. دائما في سؤال كنت سألت لك قبلا، يعني على الناس اللي كيقول لك لا مثلا على صلاة العصر، فسمعت من بعض الأخوات أو بعض السيدات اللي قالوا أن مثلا صلاة العصر إلى فاتك فأنت يمكن لك تصليها يوم غد لا بصلاة عصر مع صلاة أخرى. هذا ليس بصحيح، لا 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 شيء من الفقه يدل على ذلك. الصلاة مكتوب على المسلم أن يؤديها في وقتها الأول. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. نعم. طيب لو المسلم عنده ظروفه يعني وباقي الوقت أدنى العصر والمسكين اللي عنده الوقت ديالو ربما في شي بلاصه ما يقدرش الى حتى ديك السميته غتوقع كوارث وانتظر الى اخره حتى يجي شي واحد اللي يعوضه ولا شي الى اخره، وبعد ذلك مرت واحد ساعه الا ربع او ساعه ونصف وصلى، نقول له لا تصلي الى الغد. لا، ليس في الفقه ما يمنع ذلك، ليس في الفقه، بل ان في الفقه وفي السنه ما يثبت ان المسلم اذا لو ماشي عمدا، لو خرجت يخرج وقت الصلاة العصر مثلا خرج على الوقت ديالو يعني تنقولوا احنا عنده العذر ديالو، نعم يصليها في الوقت اللي ادركها. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متوجها الى بني قريضة او بني النضير مع الصحابة رضي الله عنهم وما وصلوا حتى الوقت قال خليهم لا نصلي العصر الا في بني قريضة،
وبقاو غاديين تقربت المغرب قرب يأدى المؤذن. ثم لما وصلوا تما شي صلى شي كينتظر شي كل واحد اش دار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاه صلاه الوسطى شغلهم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ولا خلاه قال لهم دعوها الى الغد فنصليها مع اختها. لا ما كايناش هذه كنقولوا صلي المسلم مع صلاه مع صلاه. الا كان السيد هذا مثلا سبق لي في الحياه ديالو ما صلاش واحد المده وتنقول تنقولوا حنا ما صلاش واحد عامين او ثلاث سنين وتاب لله وبغى يصليها تنقول ليه صلي صلاه مع صلاه. لكن هذه لا صلاه الدن كاين عندها وقت اول وقت ثاني وقت اخر ثم الخروج ديال الصلاه. يعني صليتها في الوقت ديالها اديت لا زلت في الوقت اديت اديت لكن الى خرج الوقت ديالها كتصليها قضاء تقضي ولا تؤدي تقضي يعني قضاء وهذا واجب وحق ودين الله دين الله احق بالقضاء كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم وعلى اله. اذا سلام انا فاطمه نتمنى من شيخي يدعي معايا يجيب لي الله شي ولد الناس. اللهم زوج فتياتنا احنا تنجى ماشي غير مع فاطمة ندعو مع فاطمة وخديجة وزينب وكلثوم وهند وأسماء و اللهم زوج فتياتنا اللهم يسر لفتياتنا الأزواج الصالحين الشباب الصالح يا ربي لما يسر لهم باش يديروا ديورهم باش يديروا وليداتهم باش يأسوا أسرتهم يا ربي لما فرحهم وعجل لهم يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم وهذه ساعة إجابة وهذه ساعة يعني جمعة ساعة عيد. اللهم يسر لبناتنا الأزواج الصالحين اللهم اختر لهم وامر لهم وشر لهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. إذا دائما في تلقي الاسماس 5566 سلام فذكر إنما الذكرى تنفع المؤمنين. يعني هذه المستمعة كتقول أن ولات يبان أن المسلمات والمسلمين بداو تيتهاونوا وخاصة المغربيات ولينا عايشين في واحد الحياة اللي هي فعلا كتخلينا في تهاون. أش ممكن لك تنصحهم شيخي الكريم؟ تهون من ناحيتش واش تهون من ناحيه الدين ام من ناحيه ككل ككل الى اخره. لا حنا تنشوفوا بان الحياه الماديه الان بالظلال ديال القات بالظلال ديال علينا وديك الظلال خلاتنا تفتنا وتغرينا ولينا متبعين يعني هاد الماديات وهاد الشهوات حتى اننا طلقنا من الدين ديالنا ولينا كنشوفوا التبرج موضه ولينا كنشوفوا الامهات اللي كيمجدوا التبرج ولينا كنشوفوا الامهات اللي كتخرج معاها هي راه دايره الزيف ديالها ومخرجه معاها ثلاثه اربعه تبارك الله كلهم غاديين بسروال وضيق والصدر عاري والمعالم ديال الجسم الجغرافيه كلها يعني ما شاء الله. علاش ما نقول فعلا احنا تغيرنا احنا فعلا احنا راه يعني تنقولوا احنا تاثرنا بهاد الماديات وطلقنا من الديل ديالنا. شنو المخرج؟ المخرج راه واضح. المخرج راه خصنا نرجعوا لكتاب الله راه خصنا نرجعوا للدين ديالنا. والله يا اخواني يا اخواتي انا كنقول هذا الكلام راه كنعيشوا ماشي كنقولوا غير للاستهلاك. اعوذ بالله انا كنعيش الاسلام الدم ديالي كيجري فيه الاسلام من 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 من, من نهار بديت الالتزام ديالي وانا الدم ديالي كيجري فيه الاسلام. اسال الله ثبت. والله يا اخواني الكرام ما غادي نحسوا بالسعاده بالطمانينه بالهناء بالامان بالسلام الا نهار غنرجعوا للدين ديالنا. وخصنا نعرفوا بانه لا طمانينه لا سلام لا امان الا احنا بقينا بعد على الدين ديالنا. وراه غادي نعيشوا الازمات وغادي نعيشوا النكبات. ما تصوريش هذا العالم العربي هذا اللي احنا كنعيشوا هذه الازمات مناش راه احنا الازمات جايه لان كاين واحد الفئه ما بغاش الدين ما بغاش الاسلام يكون في هذا الوطن العربي. ولذلك احنا كنعيشوا المحن محنه تبع محنه. وصدق الله العظيم اللي قال لنا في القران الكريم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. راه اللي رفض يتبع الدين ديالي راه نعيشوا العيشه ديال الازمه. المطارق غينزلوا عليه كاين شي مطارق دادوا لينا زين علينا ها الوليدات ماشي هما هادوك حنا ماشي هما هادوك الغلا ديال المعيشه الحياه ولات صعيبه بنادم كيفاش كيولا كيتكلم كيفاش ولينا كنشوفوا الناس في الزناقي كيفاش هاد العري اللي كنشوفوا في الشوارع ديالنا وكاننا ماشي من امه محمد صلى الله عليه وسلم. ولما تهضر مع شي واحد تقول لك مالك ماشي راه حنا تنعيشوا الحضاره وبغيتي نعيش رب بالفعل حنا استسلبنا واخذ كل شيء منا. حنا تنعيش الان يعني فقدنا كل شيء ونسال الله تعالى ان يرد بنا الى دينه ردا جميلا كما رد بالصحابه وكما رد بالتابعين وكما رد بالامام مالك وكما ان يرد بنا نحن كذلك الى دينه ردا جميلا. امين امين امين. نعم اذا السلام عليكم اختي جميله بغيت نسول شيخي الفاضل. انا حياه من هوارة كنت عندي واحد العلاقه مع واحد السيد ودرنا واحد العهد بيناتنا ودابا تفارقنا واش عندي شي اثم؟ يا اختي الكريمه واش انت كتسولي على العهد؟ انت دايره علاقه انت دايره جريمه دايره مصيبه دايره حرام وتقول تسولي على العهد؟ هذاك العهد لا 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 قيمه له. هذاك العهد ما عند سيد ربي ما يدير به. العهد اللي قال دير بينك وبين سيد ربي هو ذاك العلاقه اللي درتي مع ذاك السيد راه حرام. راه العلاقه خصها تاسس على اساس يخطبك ويتزوجك
عاد ديك الساعه ديري معاه العهد منين يخطبك قول لي انا كنعطيك العهد انا مرتك ونصونك والى اخره. انت معاه في الحرام كان عهدك على الحرام تشات الهبل هذا. انا راه كوع اللي بغى يقبلني هو اللي ما بغاش يقبلني هو هذا السي سكاش. انا والله ما كنكذب على شي حد والله ما نكذب والله ما ندخل القبر ديالي وهز الذنوب ديال عباد الله. راه كوع انت دايره معصيه وكتقولي لي كنسولي على العهد هذاك العهد راه من غير ما لا اساس له. سولي على الحرام اللي كدير بعدا سولي على ديك المعصيه توبي منها الله رجعي لله وفكري وقولي هادشي اللي كندير مع هاد السيد هذا شنو واش كيرضى سيد ربي ولا لا. لا حرام خصني لا خويا بغيتيني جي دق البيبان هذيك الساعه مزيان. اما الانسان في الحرام ويسول على العهد راه لا عقل هادشي كله ملغي لا علاقه له ولا يقبله الله شرعا ولا دينا ولا واقعا. السلام ام يحيى من الدار البيضاء. الراجل ديالي مخاصم مع خوته والفاميلا ديالو كلها ملي كنهضر معاه كيقول لي ادخلي سوق راسك وما كيبغيش يسمع ليها شنو يمكن لي ندير معاه. كاين واحد النوع من الناس يعني سبحان الله العظيم كيعتبروا نفسهم يعني هو مصدر كل شيء والناس يعني راه ما تعرف والو. ما كاينش اللي يقول لي انا ما كاينش اللي لا ما تقول لي ما نقولك اسكت اسيدي انا كنتكل خلي ذاك الراي اللي عندك. هذا كاين هذا النوع هذا النوع هذا خطير هذا النوع هذا النوع هذا راه غادي يموت غادي يموت غير هكا غادي يموت بالانا ويموت بالاعصاب ويموت بالطونسيون ويموت بالامراض اللي غادي تقتلو. علاش؟ لان المسلم ما تيكونش بحال هكا. المسلم نعم اخويا اش قلتي ايه الله يجازيك بخير على النصيحه. نعم هذا هو المسلم. المسلم كيسمع النصح المسلم كياخذ بالمشاوره كياخذ لكن اللي كيكون بحال هكا راه غريب. ثبت في الحديث وان كان هذا يعني يقال انه حديث ولا لا اظنه حديثا قال يعني من استرضي ولم يرضى فهو جبار ومن يستغضب ولم يغضب فهو حمار. هذا المجيل عنده تقول لي فلان الله يديك كذا الى اخره ولم يرضى هذا راه جبار. فانتم انصحوا هذا السيد هذا انا نقول لكم هذا السيد هذا بقوا عليه بالنصح الى ان يرتصح واطلبوا لي الله تعالى يهدي انصحوا 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 التناصح. لا خير في قوم لا يتناصحون لا خير في قوم لا يتناصح. راه ما فيناش الخير يمكن ما تنصحوش تنصحني ونصحك شكون انا باش ما تنصحنيش. انا بنادم كنحتاج النصح انت كذلك خويا كتحتاج النصح اختي كتحتاج النصح كلنا كنحتاجوا النصح. واحد النهار كنكون قوي واحد النهار كنضعف كنحتاج اللي غيقودني يقول لي فلان راه انت واقيلا تسدات لك راه كذا وكذا وكذا نقول له الله يجزك بخير والله خويا لا ما عرفت كيفاش وقعت لي تعمت لي. فنحن نحتاج الى هذا وهذا السيد هذا محتاج لهذا الشيء والى هو استعلى هذا الشيء فنقول له يا اخي الكريم افرايت من اتبع الهه هواه افرايت من اتبع الهه هواه يعني هذا الاله ديالو هو الهوى ديالو. نعم. العياذ بالله لا لا المسلم ما تيكونش بهذا النوع هذا الله يهديه. نعم هنا الاسئله في اطار الدعاء. السلام عليكم يا استاذي العزيز ارجوك الدعاء لابن لي عاطل عن العمل. اللهم يسر لاخواننا جميعا لوليداتنا الله يسر لهم العمل الله يسر لهم الرزق الحلال اللهم ارزق ابنائنا شبابنا وليداتنا اللي جالسين عاطلين وينتظرون وينتظرون سنين 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 حتى تراكم واصبحت يعني ولينا تنشوفوا هاد الوليدات واقفين في الدروبه في الزناقي في كذا. لا اله الا الله اللهم يسر لهم الرزق الحلال يا رب. وتنقولوا علاش هاد الدراري كيخونوا علاش هاد الدراري كيديروا علاش الى اخره. اللهم يسر لهم الرزق الحلال. احنا ما تنقولش لهم سيروا خونوا حاشا لله حرام وليداتي هادشي حرام الشباب حرام. اللهم يسر لابنائنا الرزق الحلال اللهم اغنهم بحلالك عن حرامهم عن حرام. اللهم بعدهم عن الحرام كما بعدت عن بين المشرق والمغرب وبين السماء والارض. اللهم يسر ارزاقهم اللهم يسر ارزاقهم اللهم سهل لهم يا رب العالمين وافتح لهم من ارضك ونعمائك وامطر عليهم من سمائك ونعمائك يا رب العالمين امين امين. هنا السلام عليكم عمي سكاش عافاك كنطلبك معايا وليد عنده الباك يعني والاستاذ ديال المات قال له ضروري خاصك تعمل عندي سوايع وهنا ولا داك الخوف لما يقدرش يدخل هاد الماده هذه فكتسالك الدعاء. اسال الله سبحانه وتعالى الله يسر الامور ديال هاد الوليدات هادو. حنا رضعينا معهم الحلقه الماضيه ديال يوم الجمعه دعينا درنا لهم واحد الدعاء ديال سبقنا لهم باش يكون لهم عون وفي نفس الوقت اليوم الجمعه كندعيو معهم جميعا. نعم. هاد الوليد وهاد اللهم اجعلهم من الفائزين اللهم اجعلهم من الناجحين اللهم اجعل نتائجهم يا رب العالمين بشرى لآبائهم مفخرة لأوطانهم. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك أن تجعل أبناء المسلمين إن شاء الله تعالى من الموفقين ومن الذين يحملون إن شاء الله تعالى شهادة النجاح آمين آمين آمين. هنا في إطار الأسئلة صلاة التراويح بالنسبة للسيدات واش الناس اللي ما كيصليوش أو الناس اللي ما كيصليوش صلاة التراويح صيامهم باطل؟ من قال هذا الكلام؟ نعم السؤال
هذا سؤال. نقول أن المرأة تصوم وتصلي صلواتها المفروضة نعم، أما صلاة التراويح فسنة، إن فعلتها نعم إن لم تفعلها لا، ولكن نقول المسلمة لأن نظرا لأن هذا يتكرر مرة في العام تحبد لو أن المسلمة تغتنم هذه الفرصة هذه واتخذ من هذه النفحات دي رمضان شوية من الصيام شوية من القيام شوية من قراءة القرآن الكريم شوية من الفعل الخير شوية من التصدق شوية من إطعام الطعام شوية من قراءة القرآن وختمه، هذه كلها إن شاء الله كل. أما التراويح راه يصليها الجميع، لو صلتها المرأة لو كان واحد مسجد قريب لهاد النساء هادو في الحي ديالهم وكان المسجد فيه مقرئ وتبارك الله الصوت ديالو جميل نعم. وبقراءة نعم تمشي تصلي وتصنت القرآن الكريم، واش عام وهي مدفونة في الكوزينة، عام وهي مدفونة في الصابون، عام وهي مدفونة في كذا إلى آخره في الوليدات والهم والغم ولا إله إلا الله، وداك كتجي ديك الفرصة ما نعطيوهاش، لا بالعكس نشجعوا هاد الأخوات نشجعوا هاد المؤمنات نشجعوا هاد الأمهات ونديوهم حتى للمسجد تقول لها الله سيدي تاتسالي وغتلقاو نرجع غادي نعم نشجعوا هاد الأمهات هادو الله يجزيكم بخير، وهذا يعني في هاد المناسبة ديال الخير خصوصا في هاد الموسم ديال الصيف اللي كيكون فيها، اما المواسم ديال البرد اللي كيكون احيانا البرد وتتكون المساجد يعني الصلاه في البرد يعني في المسجد وتيكون الساحات يعني الشتاء والبرد وكذا، هذيك الساعه كل واحد يصلي في داره ومقبوله ان شاء الله تعالى. نعم حنا غنتوقفوا ايكم مع فاصل اشاري ثم نواصل. دائما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دائما في دين ودنيا رفقة فضيلة الشيخ والدعية الأستاذ عبد الرحمن سكاش، ودائما في تساؤلاتكم عبر الاس ام اس 5566. سؤال كيقول السلام عليكم، عفاك سؤالي بالنسبة للناس، سؤالي للشيخ أستاذ عبد الرحمن، واش يجوز صيام في هاد الخمسة 15 يوم ديال شعبان؟ يعني جاوبنا عليه وقلنا أنه يجوز جائز للمسلم أن يصوم في هذه الأيام لأنه ليس هناك حديث يمنع ذلك، فالأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر أيام شعبان، فإذا المسلم يصوم إن شاء الله، هذا على تخير ان شاء الله. انا سؤال كيحضرني بالنسبه للناس او للنساء اللي كيكونوا يعني في العده ديال بعد وفاة الزوج، وبالنسبه للباس هنا كاين اللي كيقول لك غير موجود، كاين اللي كيقول لك لا راه موجود خاص اللباس، وبالنسبه حتى الخطوات اللي خاصها تتبع هاد السيده اللي في هاد العده هادي اشنو يمكن لها تعمل اشنو يمكن لها ما تعملش؟ العده يعني فيها شيئين، المراه في العده يعني الوفاة ديالها على الزوج ديالها كاين جوج الحوايج. نعم. اولا ونتجنب جميع الامور ديال الزينه سواء في البدن او في الملبس او في حتى في النفس يعني التعطر وكذا، تجتنب هذه الاشياء. ولذلك بعض الفقهاء خصوصا من المالكيه يعني رغبوا في ان تلبس المراه البيض. يعني البيض وين عاده هذا يعني ليس يعني واجب يعني عاده، لو لبست الاسود جاز، لو لبست البني جاز، لو لبست يعني لو المهم لون ما كيبينش لان احنا عندنا راه الفرح والسرور والحبور والتزين الى اخره، لا لون يبين الحزن والاسى، هذا هو اللي كاين. لو لبست يعني شيء اي لون، المهم غير يكون ما يكونش فيه الزواق ما يكونش فيه كذا الى اخره، اجاز يجوز هذا. هذا اولا. ثانيا يجب عليها في العده كذلك ان في ديك الفتره ديال سميتو ان تلتزم بالبيت، بحيث انه اذا كان هذا الشخص الذي توفي وترك هذه الزوجه كيبان الحمل على 4 أشهر و10 كيبان، فان كان الميت ترك المرحوم ترك ذريه او جنينا حملا سيظهر على 4 أشهر و10 أيام، ولذلك العده ديال 4 أشهر و10 أيام، وبعد ال 4 أشهر و10 أيام ما بان والو تنقول لهذه السيده هذه انت حللتي من عدتك، واذا اردت الزواج تزوجي، والان يعني يباح لك انك ان شاء الله تعالى من خطبك او عقد عليك نعم هذا مقبول. فاذا جوج الحوايج، تجنب التزيون وتجنب كثرة الخروج اللي تقدر تتهم فيها بأن فعلت وأن كذا وكي إلى آخره. إحنا من كتلتزم المرأة بالبيت ديالها وقدام ولدها حتى إلى خلال ما الميت شي حاجة راه كتبان بأن راه الزوج اللي دي كذا ترك الوقت قبل ما يموت راه ترك والدرية في البطن ديال الزوجة. أنا في إشارة فقط بالنسبة للسيدات، حتى أنا سؤال فعلا جاني من عند واحد السيدة اللي كتقول لك أنا يعني أنها في السن ديالها ماشي باقا صغيرة يعني سبحان الله يعني 50 سنة وأكثر، وكذا
ذلك أن الزوج ديالها كان من الناس الميسورين اللي ترك لها الأشياء ديالها، ولكن عندها بعض الوظائف اللي خاصة تعملهم في الصباح، خاصة تخرج، خاصة تمشي تقضي هذه الأمور ديالها بنفسها هي شخصيا. واش هنا هي آثمة؟ واش هي كتخل بهذه العدة؟ لا 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 ليس هناك. يعني المرأة في خروجها للأغراض ديالها الضرورية، أنا أقول الضرورية التي فيها ضرورة كالوثائق كالتسوق لنفسها لأن لا أحد إلى آخره، نعم هذا أمر. أما لو خرجت فقط للتجول وللتفسح على الشاطئ البحر ولحضور كذا ولحضور المهرجان هذا رأى منكر، منكر لا يجوز. إنما أفتى العلماء وأفتى الفقهاء وأجازوا ورخصوا للمرأة المعتدة في الخروج لقضاء أغراضها الشخصية الضرورية، واشترطوا لذلك اشترطوا أن تكون أن يكون معها محرم، ولدها، بنتها، ويكون مميز ويكون عارف. نعم هذا الشروط. أما ما سوى ذلك فلا يجوز المرأة أن تفعل ذلك. فإلى خرجت فقط لمجرد التجول وكذا إلى آخره فغير مقبول، لأن أنا ذاك قد تخرج وقد تتهم في أنها فعلت خصوصا إذا ظهر منها شيء في الحمل، فيقال بأن فعلت ذلك أثناء خروجها، وهذا الذي يريد الإسلام أن يصون به المرأة في العدة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم هنا سؤال دائما عبر الاسماس والسؤال يعني من أشخاص مختلفين، لكن نفس السؤال بالنسبة للسلام عليكم. أنا كان عاني من العادة السرية وحاولت أنني نتخلص منها مرارا وتكرارا، ونفس سؤال اسماس آخر كيقول سلام شيخي، واحد شاب من الدار البيضاء في العمر ديالو 27 سنة كيمارس دائما العادة السرية. تنقل الشباب الشابات بل حتى بعض النساء المتزوجات اللي عندهم الأزواج ديالهم وبعض الناس اللي هم متزوجين، تنقول لهم الله يجزيكم العادة السرية حرام. الله يرضى عليكم، العادة السرية حرام، والمسلم إذا غلبته الشهوة ديالو خصو يتزوج. المسلمة إذا كانت مزوجة وغلبتها الشهوة ديالها عليها بزوجها. فهنا الإسلام قال لنا إذا ما قدرتيش تتزوج فعليك ببعض الإجراءات الأخرى، عليك بالصيام، فإن الصيام يخفف الشهوة. الصيام راه ملي كيصوم الإنسان كيحس براسو تهد شوية، تهد الشهوة كتهد. عليك بالصيام، عليك بالرياضة، فالصيام والرياضة، عليك بغض البصر، عليك بالتزام أوامر الله. فإذا فعلت ذلك كله درتيه كله وما نجحتش الأمور، وشتي راسك غتوقع في الجريمة ديال الزنا، أنا أقول لك ماشي غادي دير واحد العمل جائز، ولكن غادي دير واحد العمل أخف الضررين، وهو العادة السرية، إلا خفتي توقع في الحرم العادة السرية. أما أو قبل ذلك فعليك بالصيام، عليك بالرياضة، عليك بمراقبة الله سبحانه وتعالى، خف من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أفتى به يعني ابن حنبل، وأفتى به كذلك ابن حزم الظاهري إلى آخره، لمن خاف الوقوع في الزنا. قالوا أيهما أعظم، واش الزنا أم الاستمناء؟ قالوا أخف الضررين. فإذا خفت من الوقوع في كذا تخف الضررين. ومعنى أخف الضررين راه كتركب تحرم، ماشي كنقول لك سيسكاش راه يعني تقل دير هذيك راه حلال، راه حرام. المهم كدير واحد الحرام اللي هو أخف من أنك تمارس الزنا وفي رحم الله حل لك وكذا إلى آخره، وإن كان الأولى أن تمتنع عن العادة السرية لأنها حرام، والله تعالى أعلم وأعلم. نعم إذا دائما في الاس ام اس عفاك يعني الصيام ديال الدي اللي كيتسنى رمضان اللي فات، واش يمكننا نصومو في هاد 15 يوم اللي نعم قد. نعم 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 كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وهذه السنة كانت لا تصوم دينها إلا في شعبان. نعم في شعبان رضي الله عنها وأرضاه. وهذه معلومة يعني ربما يعني القليل من الناس يعرفوها، أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تصوم القضاء ديال الدين ديالها كانت تقضي في شعبان. يا سبحان الله. نعم نعم. أن نختم معك بهذا السؤال، دين ودنيا، السلام عليكم يا شيخي. دعي معي شيخي الكريم، راه ما لقيت والو من جديد، دعي معي في زوج الصلاة. لا إله إلا الله. اللهم زوج فتياتنا، اللهم زوج بناتنا، اللهم زوجهن يا رب العالمين وارزقهن الأزواج الصالحين يا رب، لما استجب لهم يا رب، إنك تعلم ما في نفوسهم أنهم بغوا الخير، بغوا ينجيون نفسهم من هذه الفتن، بغوا يأسوا أسرهم، بغوا يديروا وليداتهم، يا رب لما سهل عليهم ويسر لهم يا رب العالمين. قاع بنيتنا كلهم أينما كانوا في ما كانش بنية، اللهم سهل يا رب العالمين، يسر أرحم الراحمين. وانتم أخواتي الله يرضى عليكم، ماشي احنا دعينا الآن غدرة، لا راه الدعاء راه بشروطه، يعني
نحاولوا تحنا نستقموا نحاولوا نتقدوا نحاولوا كذا. فأسأل الله يسر لكم، الله يسر لكم، الله يفرحكم إن شاء الله تعالى جميع أخواتنا من اليمين إلى اليسار جميعا إن شاء الله تعالى كلكم. اللهم أمين. إذن هنا كان نسدوا باب ديال الأسئلة ديال المستمعين كذلك، لكن نمشيو للتذكير. كيف ذكرنا في البداية واحد صحابي جليل بمصعب الخير أو مصعب بن عمير، وأنه أول سفراء الإسلام، وكذلك الاستقامة ديالو، وكذلك الورع ديالو، وكذلك الاستشهادة ديالو اللي كان غاية في أهمية بحمل اللواء، وأنه حاول أنه ما يخليش هذا اللواء يسقط على الأرض. يعني يا سبحان الله، وكذلك الاستشهاد ديالو كيف كان، وسبحان الله حتى أنهم حاولوا يستروه من الرأس ثم من الرجل والو. كل هذه الأشياء ما، ولكن الشهادة هو ولد البرجوازية. نعم يا سبحان الله. ابن امرأة أغنياء قريش، تارية ديال قريش، وولدها كي تدفن وما لقاش باش يعني باش يستروه. نعم. سبحان الله العظيم، سمح في هذا الشيء كله كاع. هنا كنوقفوا واحد الوقفه رائعه جدا مع مصعب. نعم. يعني هذا المبدا ديال الثبات. لما تنشوفوا هذا الصحابي هذا وتنقراو عليه كنقولوا لو كان سيدنا مصعب بن عمير حي الان وكيشوف هذا الشباب ديالنا حنايا، هذا الشباب اللي السروال ديالو طايح النص ديال العوره ديالو كتظهر، هذا الشباب اللي كنشوفوا الان البطن ديالو، هذا الشباب اللي كنشوفوا الان الصدور عاريه، هذا الشباب لو كان سيدنا مصعب حي، واش غير ضاع على كثير من هاد الناس هادو اللي كينتسبوا للاسلام انه كينتسبوا لي بالاقوال يعني سميته محمد وحماد وانا انا مسلم انا الى اخره، واش غير ضاع على هاد الناس هادو؟ ها؟ اكان يرضى على هؤلاء الذين ينطقون بالشهادتين في الصباح وفي المساء لا يبالون ان يهلكوا في اي واد من اودية الدنيا ولا يسقطوا في شي مستنقع من المستنقعات ديال الذنوب؟ ها؟ هاد الناس هادو اللي كينتسبوا للاسلام واللي كيتسموا الان محمد واحمد وكذا وكذا وكيختاروا الاسماء ديال ما شاء الله على اسميات ما تسمع غير الجميل من الاسم. وتلقى هاد الناس هادو اول من يسب الدين هما سي عز الدين وسي نور الدين وسي صلاح الدين، اول من يسب الدين، اول من يهين الدين. سيدنا مصعب راه الرايه في يديه وضربوه ما بغاش الرايه تطيح. ما معنى الرايه تطيح؟ الدين يطيح. حنا راه طيحنا الدين كله، حنا راه ريبناه كله في حياتنا. هاد الناس هادو هاد الشباب هادو راه ما فهموش معنى الاسلام، ما فهموش هاد شنو هو الدين ديالنا. راه الدين ديالنا راه بغى ياخذنا العزه المناعه القوه، ياخذنا نعيش واحد الحياه ديال السعاده. حنا ما بغيناش السعاده، قلنا الاسلام قلنا ليه ما بغيناكش، حنا بغينا دوك اللي ورا البحر. حنا جرينا ورا الناس ديال البحر، ها هما دمرونا، ها هما دمروا حياتنا، حنا كنعيشوا الازمات وتكلمنا عليها قبيله. هاد الشباب كيفاش تحول هاد الشاب هذا من شاب مطرف، من شاب برجوازي، من شاب ديال الحرير، من شاب ديال الروائح العطره اللي كتفوح وكتخلي النساء يعني كيقلبوا عليه في الازقه ديال مكه، كيفاش تحول الى يعني من واحد كيجري وراء الشهوات الى انسان يعني يجري وراء الشهاده وينال الشهاده. سيدنا مصعب رضي الله عنه عاش مبدا الثبات، ثبت على المبدا ديالو، ما غيرش، ما تبدلش. لو تجمعت الدنيا كلها باش يتبدل لا، قال لهم ما تبدلش. يعني رغم انه عاش الحرمان مسكين، الوقت اللي سلم والتزم عاش الحرمان، والله العظيم الا كان كيمشي ورجليه كتفطح كيسيل الدم منها. والله كان كيمشي ما كيلقى ما يلبس، كيلقى كي جلد ديال شي حيوان مع شي جلد اخر كيرقعوا ويلبسوا، لدرجه انه لما كيشوفوا النبي كيبكي كيقول لهم انظروا الى هذا الذي يعني هذا لقد رايته في مكه كيلبس احلى كذا وكذا، دعاه حب الله ورسوله الى ما ترون. وعليه ماذا؟ عليه نمره يعني بحال الجلد ديال النمر غير مرقعوا من هنا ومن هنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الام ديالو لما حسات سمعات الخبر ديالو قالت ليه والله ما نكلمك وكذا وتكون ولدي حتى ترجع للدين ديال محمد صلى الله عليه وسلم. وقف قدامها، شو المبدا الثبات؟ كي كان حنا الان كتلقى واحد الى اخره كتقول لها ما حيد علي هذاك الزيف اش بغيت داك الشيء ديال محمد، كمل الجمله. كاش كرد سيدنا مصعب اش رد على امه؟ قال لها يا امه عليك شفوق، والله انا شفق عليك، فاشهدي ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فقالت الام ديالو قالت قسما بالتواقب، استغفر الله العظيم، التواقب هي النجوم النجم الثاقب، التواقب، لا ادخل في دينك فيزرى برأيي ويضعف عقلي. هي إصرار على جانب الكفر. نعم. هو إصرار على جانب الإيمان. إيوا شكون اللي غادي يربح؟ سيدنا مصعب رضي الله عنه. تدور الأيام وكتجي واحد السمة أخرى من السمات ديال سيدنا مصعب بن عمير، وهي شنو هي؟ هي أنه صاغ الحياة ديالو على واحد النمط آخر.
وهي الدعوة إلى الله. حمل الهم ديال هذا الدين هذا. بالله عليكم إخواني الكرام، واش حنا حملنا الهم ديال هذا الدين هذا؟ راه عاودت لكم القصة ديال داك الرجل، داك الداعية الهولندي المسلم العربي المسلم اللي في هولندا هو والولد ديالو، كيفاش ان داك الوليد ما خرجش معاه با داك النهار، وبقى داك الوليد كيقلب كيوزع الكتب ديال الإسلام على الهولنديين باش يدخلوا في الإسلام، بقات ليه كتاب. ولما يعني البرد وكذا والظلام مشى لواحد الدار سبحان الله العظيم كأن سيدي ربي رسلو صيفطو لديك الدار، وبقى قدامها كيصوني على داك الناس باش يخرجوا عنده، ما خرج عنده وبقى تما لساعات، حتى خرجت عنده واحد المراه عجوز قال لي هل الاسلام انا مسلم ادعوك الى الاسلام اشهد ان لا اله الا الله، اعطاها الكتاب قال لي اقراي. ولما دازت الايام جات ديك المراه، هذه المراه العجوز جاءت الى المركز الاسلامي في هولندا، اش كتقول لهم؟ كتقول لهم انا جئت ابحث عن ذلك الملاك، الملاك الذي القدني، الملاك الذي ارسل الله لي في تلك الليله، اتدرون لقد كنت على وشك ان انتحر فإذا بي أسمع الجرس يرن، كنت داير القنبة كنقول غنضرب الكرسي، ثم كيرن إصرار، يعني بحال تيقول لي لا ما تقتليش راسك، أنا جايب لك الخير، جايب لك الإيمان، جايب لك نقدك. وفعلا نزلت من الكرسي ومشات كتقلب، لقات داك الكتاب قراته، لقات الإسلام، جاءت إلى المركز لتقول للناس، الناس المسلمين راكم على واحد الدين الحق، الدين اللي خصكم تقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بالله عليكم إخواني الكرام، حنا شنو درنا لهذا الدين هذا؟ شنو ضحينا من أجله؟ أش من وقت عطينا لهذا الدين هذا من حياتنا؟ حنا هذا الدين هذا ما حملنا همه، ما كنديوها فيه، ما كنسولوا فيه، ما كنديروا والو، بل بالعكس حنا كنريبوه بعد الحياة اللي هنا عايشين، حياة ديال التبرج، حياة ديال كذا، حياة الربا، حياة الفجور، حياة الخناعة، حياة لا نبالي، حياة حتى ولا الدين شكون اللي كيهز الهم ديالو؟ بعض الناس مسكلين محنين ومعذبين، ونتيجة الهم اللي هزين مراض، يحملون أمراضا ديال الهم ديال الدين. بالله عليكم إخواني الكرام، الهم كذلك بغينا نتكلموا على سيدنا مصعب اللي ضحى في سبيل الله، ضحى في سبيل الله، ضحى بالمال، ضحى بالنفس دياله، ضحى بكل شيء، والله ما تحج ما خبع الإسلام، حتى استشهد رضي الله عنه ونال الشهادة. إخواني الكرام، هذا الرجل هذا اللي كنتكلموا عليه هنا الآن، الإنسان كل واحد فينا عنده ميلاد، وما شاء الله كيقول هذا الرجل هذا لما كان في الجاهلية راه كان ميت، لما سلم عاد تولد، سبحان الله عاد تولد، ولد من جديد. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لك، يقول لك إن للإنسان ميلادين، الميلاد الأول لما كيخرج من البطن ديال الأم ديالو، هالميلاد الأول، الميلاد الثاني ما كيعيشوش كل شيء الناس. أحبابي في الله سمعوا هذا الكلام وفرحوا به، فرحوا به، ماشي كلشي الناس كيعيشوا هذا الميلاد هذا. الثاني، لا يعيش هذا الميلاد إلا المتقون، إلا الذي آمن، إلا اللي استجب سيدي ربي، راه كيحيي سيدي ربي وكيستجب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي مشى مع هذا الدين. أما اللي مسكين بقى في الجهل، بقى في الظلمات، بقى في المعاصي، بقى في الفجور، هذا راه ميت يفعل به الشيطان ما يشاء. لكن لما كتمشي للطريق ديال سيدي ربي ولدت مرة أخرى ميلادا لا يمكن أن يولده إلا أنت، طريق ديال سيدي ربي. ولذلك حتى الشاعر لما تيتكلم كيقول لك ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. الله الله على هذا الكلام هذا. ثم لا زال الكلام على مصعب، والله ما أنهيت الكلام على مصعب، لأن الكثير 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 هذا السيد هذا فاز بالشهادة. نعم، وما أدرك ما الشهادة؟ واش كتعرفوا شنو هي الشهادة؟ واش كيتسنى الشهيد عن سيد ربي سبحانه وتعالى؟ والله إنها لجنة أبدا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، قال لك والذي نفس محمد بيده لا متموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. نعم، هذا السيد هذا مشى باش ماشي غد باش ينعس، مشى راه عند سيدي ربي حي يرزق في الجنة، هناك يطير تطير روحه. لا إله إلا الله. أسأل الله تعالى أن السلام عليك يا مصعب، والله أسلم على مصعب من هنا، السلام عليك يا مصعب، السلام عليك يا عظيم، السلام عليك يا هذا الجبل الشامخ وأنت الآن بقرب جبل أحد،
السلام عليك وعلى إخوانك من الصحابة الشهداء والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم أجلسنا حولهم وأجلسنا بقربهم وأسكننا بقربهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه كان غفارا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله. مشكور أستاذي الشيخ والداعية فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الرحمن سكش على كل هذه التوضيحات وسعة صدركم مع كل المستمعين والمستمعات وإجابتكم الواضحة والمواعيد من خلال دعواتكم التي تنير دروب كل مؤمن وكل مستمع يستمع إلينا دائما على عبر شاد FM. أكيد كنشكر هند في الهندسة والإخراج. أما جميلة فكتقول السلام عليكم.